لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. عصير قمر الدين، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في عصير قمر الدين بدون سكر والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بدون سكر للمين جرام، السعرات الحرارية 92 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 23.4 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بدون سكر لكوب وزن 240 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 220 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 56 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بدون سكر لنص كوب وزن 120 جرام، السعرات الحرارية 110 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 28 جرام، دهون 0. ولو ضفنا معلقة كبيرة سكر على كوب عصير قمر الدين القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بإضافة السكر للمئة جرام، السعرات الحرارية 110 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 28.1 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بإضافة السكر لكوب وزن 250 جرام، السعرات الحرارية 275 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 70.4 جرام، دهون 0. القيمة الغذائية في عصير قمر الدين بإضافة السكر لنص كوب وزن 125 جرام، السعرات الحرارية 137 سعر حراري، بروتين 0، كربوهيدرات 35.2 جرام، دهون 0. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.